مطلوب 30 حارس أمن خاص بمدينة الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء مطلوب 30 حارس أمن خاص بمدينة الدار البيضاء والنواحي، يعني التاريخ 19/12/2022. يلا باش تحط لانونس وكالة البرنوسي المغاري. وصف الشركة: هي شركة حراسة قطاع النشاط، خدمات المقدمة أساسا للشركات. يعني الشركة هذه كتصيفط كتخدم مع شركات بعقد عمل محدد المدة. مكان العمل: الدار البيضاء. الخصائص: حراس الأمن على المعارف، هاتفية مول صالح. الملف الشخصي المطلوب: وصف الملف الشخصي، يعني هادشي اللي مهم. يراقب ويحمي الأماكن والممتلكات ويمنع الأعمال الخبيثة والاضطرابات في هدوء الأماكن وأشخاص وفقا للأنظمة السلامة. يراقب الأماكن والممتلكات ويحميها ويمنع أعمال الحقد والاضطرابات وهدوء الأماكن وأشخاص وفقا لأنظمة السلامة. مهم سيكوريتي التدريب، زعما لهذا يكون عندك بكالوريا. خبرة مهنية من 6 شهور لسنة، يعني بين 6 شهور وسنة تكون عندك خبرة مهنية. المنصب: ضابط أمن ومراقبة، يعني ضابط أمن ومراقبة. اللغات الفرنسية تكون متوسطة. حراس أمن ممكن تقدم الآن. كنظن أنه أنابيك، يعني خصك تكون حاط الوريقة ديالك في الأنابيك كما كنشوفو في كونترا ديال تيب دي كونترا. هي سي دي دي، يعني عقد محدد المدة. عقد محدد المدة و ليو دو ترافاي كازا. سيكوريتي، اجون سيكوريتي، تشيان اجونس ديال لي سيكوريتي. كتسيفط كتخدم مع هذا. ديسكريبسيون دو بروفيل: سيرفيون بروتيجي لي ليو اي لي. المهم حماية الأشخاص والممتلكات. فورماسيون: تكون عندك الباك، ليكسبيريونس بين 6 شهور و عام. البوست هي لاجون سيكوريتي دو سيرفيون فرونسي موان. يعني ما كاينش حاجة اللي هذا، خصك تكون عندك الباك وتقدر تبوستولي هنا في لانابيك. بعد كتدخل السيان ديالك وهذا ديال لانابيك. الا كنتو ما مسجلينش في لانابيك انا غنوريكم الطريقة ديال التسجيل في لانابيك. بالنسبة لطريقة التسجيل فهي كتكون مقسمة جوج حوايج: كتسجل باغ انترنيت وكتسجل حتى في عندهم، كتدي لهم الشواهد ديالك كتعطيهم لهم كيكملوا الكلانسكريبسيون. بالنسبة لهذا مطلوب 30 هذا دفعوا له الدراري. يلاه اللي الدراري اللي ساكنين في كازا وداكشي دفعوا له دغيا. وكاين حتى مطلوب توظيف 300 عامل وعاملة كابلاج بمصنع للسيارات. يعني بالنسبة للناس اللي باغا تدفع الكابلاج المرجع بتاريخ هي 19/12. وصف الشركة: قطاع النشاط صناعة السيارات. وصف وظيفي: نوع العقد سي اي، يعني نوع العقد سي اي. كنظن ان عقد ديال متدرب هي تدريب يربط بين وكالة انابيك، يعني ما عندكش علاقة برب العمل بل عندك علاقة فقط بلانابيك، يعني اللي دخلاتك يعني هي الوكالة ديال لانابيك. وهو كيكون لمدة 2 سنين على الاكثر، يعني ممكن تستافد من والو. هو عقد سي اي فوجدة. الخصائص الوظيفية: مصنع لإنتاج السيارات، ديبلوم فني وداكشي. الملف المطلوب: ديبلوم فني أو أكثر، البكالوريا أو أكثر، يعني إما ديبلوم فني إما البكالوريا ولا ديبلوم تأهيل مهني أو تخصص. التدريب بكالوريا. اللغات يعني عربية متوسطة فرنسية متوسطة. كلشي كيقبلو، أغلبية كيقبلو، يعني هاد 300 واحد إلا مشيتو دفعتو راه غيقبلوكم. مهارات محددة، يكون عندك الباك، كدير بوستولي ولا قدم الآن. كيدوزك الباج ديال لانابيك كيما قلنا، فخصك ضروري يكون عندك كونت انابيك. من بعد ما كدير بوستولي كيطلع لك الكونت ديالك كيما كنشوفو. فهو تيب كونترا هي سي اي، يعني متدرب. ليو دو تخا كتكون مدة عامين. ليو هي وجدة. ديسكريبسيون: يكون عندك ديبلوم تكنيك او بلو، بكالوريا او بلو، وديبلوم كواليفيكاسيون بروفيسيونيل، يعني وفورماسيون. تكون عندك الباك ولا اي حاجة من هادو، وحدة من هادو تكون عندك، اما الباك اما وحدة من هادو. لا لونغ تكون عرب كورون، يعني عربي عادي. فرونسي مايا راه مكيسولكش كاع بالفرونسي. كدير ابوستي اللي كتعمر هاد لي زانفو، كيعيطو لك، كتمشي دير مقابلة شفوية، عجبتيهم راه كيقبلوك. اغلبية ديال الناس كيقبلوهم في هاد لاجونس كاينة في وجدة. هذا عاد تحت 19/12/2022. اللي بغا يدفع له، يعني كما قلنا كاين مطلوب 300
300 عام كبلاجة بعقد سي اي، وعندنا مطلوب 30 حارس امن بعقد عقد كما قلنا سي دي اي، سي دي دي يعني عقد سي دي دي. خلينا نشوف شنو عقد سي دي دي. نشوف شنو عقد سي دي دي. عقد سي دي دي هو من العقود يتم ابرازه لانجاز عمل محدد من شهر او شهرين الى سنه، يعني هذا ما كيكونش متدرب باش تكون الكونترا لواحد الخدمه محدده شي بحال، ويكون عقد تاريخ بدايه ونتيجه معينين في العقد، وغادي يتم يوقع هذا العقد من الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم للقيام بعمل عاجله او عمل موسميه، يعني غير كتخدم كتسالي داك العمل وكتمشي بحال كما قلنا بوستولو الدراري اللي بغا هادشي اللي قبل على هاد الشروط هادي. انا ما كنضيفش لها شروط مزيان، ولكن المهم بنادم كيبغي يصوفي راسو يقبل عليها فهو يبوستولي ويدفع والكمال على الله كما كتشوفوا. فخصكم كونت انابيك، دابا غندير فيديو ديال كيفاش تسجل في انابيك. اذا هادشي ما كان